كلنا دلوقتي بقينا عيلة واحدة، يعني ما فيش فرق بين عيلة بنداري ولا عيلة عبادي ولا عيلة حسان، يعني مصلحتنا واحدة وسرنا واحد. حديثك زين يا كبير، لكن ما هواش حقيقي. تقصد ايه يا ريس دياب؟ وانا فرقت بين عيلتي وعيلتكم وعيلة عبادي؟ ما احنا مع بعض بما يرضي الله، ولما بنبيع اللي بنكسبه بنوزعه علينا، والحمد لله بقينا احسن من اهل المنبر كمان. مش ناقصنا غير التلفونات. ايوه والدش ابو الالوان. دي وعره يا سنان. لكن اطمن، مناع ولدي البشمهندس مناع وعدني حيلاقي لها حل. وما دام مناع ولد اخوي قال ان عنده حل يبقى هيحلها. يبقى هذا مطبق ولا؟ بس انا قاعدين يا معلم بنداري. بس يا ريتك يا بنداري قاعد وسطينا بوعيك زي زمان. خبر ايه يا راجل؟ هتتنجر على اخوي الكبير ولا ايه؟ محدش بيتنجر يا دياب، روق المال وخليك محضر خير وما تعزولناش يا راجل. اخوانا حاشا الله، ربنا يعلم. انا حزين لبنداري كديه. يا ما قلت له ما يقربش الا فيون، لكن هو عاند وكابر، وادي النتيجة. قاعد مش داري الحالة. لكن أنا وعيلك قاوة يا كبير، وبدي تثبت إن البلد كلها عيلة واحدة ومفيش فرق بين عيلة وعيلة. وحسبتها كيف دي يا دياب؟ توافق على جواز والد أخوي همام من بيتك؟ قلت إيه يا كبير؟ إحنا طول عمرنا وكل عيلة بتتجوز منها فيها، وما دام كلنا هنبقوا عيلة واحدة يبقى ما فيش ما يمنع ان العيلات كلها تتلخبط في بعضيها. يا توضح كلامك يا دياب يا تصحي كبيرك يتحدث. يعني انتوا عايزين حتة من لحمي تعيش وسطيكم؟ بالجواز وبشرع الله. خلاص، يبقى انتوا كمان تدونا حتة من لحمكم تعيش وسطينا بالجواز وبشرع الله، وحمراعيها كيف ما حتراعوا بنتي. انا عارف ان بنداري عنده بنت اخر العنقود. تمام، زينة وهي زينة صح، لكن لازم اللي يتجوزها ما يكونش اقل من اخوها همام. تقصد ايه يا دياب؟ انا قصدي على بكري والد اخوي ناجي، راجل والد راجل. يا راجل، وين الرجال يا دياب؟ لا، احنا ما نوافقوش باقل من ولدك مناع. ده لو انت صح عايز البلد كلها تبقى عيله واحده، لكن لو ما وافقتش يبقى تبطل الحديث الفاضي ده اللي ما منوش لازمه ومحدش هيصدقه. هو يا اما ماشي كلامك يا دياب يا اما لا. ده ايه الحديث الماسخ ده يا اخوانا؟ انا كلامي من قلب المصلحه اهل النجم، ومادام مستقبلنا واحد يبقى كمان عيلتنا تبقى واحدة. وانا ما اقدرش اقول موافق الا مشهور عيلتي، لكن باذن الله خير. عم سعدون، عم سعدون، طمنا يا عم سعدون. ليش ما تفضل؟ فضي يا ولدي كبرني، بس يا خسارة طلعت زي القرعة تمد البرة. ليه؟ وإيه اللي حصل؟ هي عيلة البنداري كان فضت من البنات. لو عايز تتجوز قول لي كان جوزتك بنتي جميلة. يبقى عملها عم دياب، يا فرحة قلبي. روح روح يا ولد كبرني، فتك بعافية. مبروك عليك بنت كبير النجعي يا همام. يبارك فيك أبوي. عم دياب أبوي طمني يا عمي، الناس طالعين يباركوا لي ليه؟ مش قلت لك أدخل حسان وفرطة؟ اديني دخلته في ورطه محدش هيوافقوا عليها من عيلته ابدا. ليه يا عمي؟ هو انا ورطه؟ ما كانش العشب. القعده انفضت وليه؟ يا ابوي عليك يا ولد ابوي، مليون مره قلت لك بلاش الافيون على الصبح بيتي ولك. الافيون ده مزاج، خليني كيف الفرس. كيف الفرس؟ طب يلا يلا همام، اسند ابوك وروح البيت واكلوه زفر وشربوه شاي تقيل بدل ما يضحك الناس علينا. قلت له مليون مره هو مش راضي يسمع الحد. لا لازم يسمع وهيتعالج غصب عنا. كفايه ان حسان عمل عبره لكل اهل النجا. يلا يلا يا ولد ابوي يلا. تعال يا ابوي تعال.
من غير كلام كتير ملهوش لازمة. اسمع يا أستاذ، أنا قررت ألغي كل حساباتي من عندكم لأنكم طلعتم أسراري برا وكشفت رصيدي. رواق بس يا مناع بيه، ومفيش داعي للغضب. اتفضل جوه قابل السيد المدير، هو عنده علم بكل حاجة وأشرح لك كل حاجة. موضوع اللي عنده علم بيه بس. اتفضل يا مناع بيه، اهدى بس، انزعل نفسك ليه؟ اتفضل. ايه خبري؟ ازاي يا بيه رصيدي كل من هب ودب ممكن يطلع عليه؟ حسابات العملاء هنا سرية ومضمونة ومش ممكن الكشف عنها لأي حد إلا للعميل، إلا بحكم محكمة. هو ده حصل معايا كيف طيب؟ يمكن موظف سربها غلط لجهة أمنية ولا حاجة، لكن إحنا من ناحيتنا هنكشف عنه ونوقع عليه العقاب، ما تقلقش خالص. غريبة قوي، مش فاهمها. وريني كده. لا غريبة ولا حاجة، لأن صاحب الحساب قاعد قدامك اهو. حضرتك سحبت 10 مليون جنيه مرة واحدة الشهر ده، ولا في حاجة غلط؟ واضح يا توفيق بين الحسابات كلها سرية، بدليل إن أي موظف ممكن يعرفها. سداح مداح. أنا آسفة بس ده شغلي في المراجعة على حسابات الصرف، ده حماية للعميل مش كشف للأسرار. أسرار إيه وبقي فيها أسرار؟ بس وقت كلها عرفت إن اشتريت مزرعة من الحاج عبد الكريم ودفعت 10 مليون جنيه، أنت كنت ناقص تنزليها على الفيسبوك. المهم دلوقتي ناوي تفتح حساب تاني ولا مصمم تلغي التعامل معانا؟ الله يا توفيق بيه، مفيش أي سبب منطقي يخلينا نتعامل معاكوا تاني. لكن يلا خليها عليا المرة دي، لكن يمين بالله ما حد يعرف رقم حسابي الجديد إلا ونصور لك قتيل هنا. وليه بس القتيل؟ مريان خذ مناع بيه وتمموا له الاجراءات في خدمه العملاء. تحت امرك يا بابا. تفضل يا استاذ مناع. يا بنتك. ايوه ما شاء الله ربنا يخليك لك. انا سالت بنتك وطبعا استحت، لكن اللي شفته منها انها موافقه على همام. همام ما يعيبوش الا زناخه مخ اهله. أخته زينة شاطرة ومليحة، لكن أنا شايفها مناسبة أكتر لولدك بكري. ليجي عليه من دوره، لكن مناع ولدي كبير عليها. لا كبير ولا حاجة، خليه يعوض السنين اللي راحت منه في العلام مع وحدة عمري معاه. مع إن مغاوري ولد عمي كان عشمان يجوز البت فاطمة. مادام مغاوري ما كشفش عن اللي في نيته يبقى خلاص مفيش ملام عليك يا أخوي. واحنا بنعمل الصالح اللي يوحد الاهالي، وما تنساش البت فاطمه لسه صغيره. لو السادات في نيته يبقى شور على وجهي ده.